السلام ورحمة الله وبركاته، وسعيد جدا في هذا الصباح الرمضاني البهيج الجميل، والسلام موصول لكم ولكل الفريق العامل ولكل المشاهدين والمشاهدات، ونتمنى أن نقضي وقتا طيبا من خلال فقرة مزيد من الحب. الأجواء كويسة ليلة الصباح ما شاء الله. أكيد طبعا لا شك في ذلك، الحرارة انخفضت شوية، منخفضة والأمزجة بتكون كويسة طبعا، وبالتالي يسهل التعامل مع أنماط الشخصيات إن شاء الله. كل ما زادت درجة الحرارة تزيد كل ما نعم نفسيا بتأثر يا دكتور. أكيد طبعا اللي هي البيئة ليها دور كبير جدا في مسألة المزاج يعني طبعا، وأكيد الجو لما يكون معتدل وبارد وجميل فالمزاج برضه بيكون رايق، بقدر ما برضه السخانة بتؤدي لشيء من العصبية والنفع. نعم دائما بنقارن بالأجواء الأوروبية يعني. نعم واحد مشى برضه أوروبا هناك طلع لقى الجو ما شاء الله، قال والله جو أوروبي يعني. في أوروبا ذاتها في أوروبا جو أوروبي. نعم احنا سعيدين بك يا نعم، ونحن الأسعد والله. واصل في الحديث عن الأنماط ووقفنا في المتملق، الشخصية المتملقة. الشخصية المتملقة كان آخر ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية. اختصار بسيط للشخصية المتملقة، قلنا دائما هو بيكون في مجال العمل بتلقاه دائما يتودد إلى الرؤساء دائما والناس الماسكين القيادات زي ما يقولوا العليا، ودائما بيحاول يرضيهم بشتى السبل حتى ولو كان على سبيل يعني على حساب الكرامة، وبالتالي شخصية بتكون معروفة جدا لدى الآخرين أنه متملق. من ضمن صفاته برضو إذا كان المسؤول ده سأل سؤال ساكت بيحاول يجاوبه بالشيء الذي يرضي المسؤول، يعني ما بالحاجة الصح حتى لو كان مخالف للصواب. فدي الشخصية المتملقة، وقلنا دي نتعامل معها كيف باقي الزملاء في العمل لا بد يوضحوا له سلبية هذا السلوك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حسب علاقتك به وحسب قربك منه، لازم توصل الرسالة دي أنه هذا الأسلوب غير مقبول. كذلك نشجعه في حال أنه يقوم بالسلوكيات الإيجابية التي تكون عكس التملق، فبالتالي بندعمه نفسيا وبنحاول أنه نغير من سلوكه. إذا الناس اتبعت هذه الإرشادات فالمتملق أكيد بينتبه لنفسه، بينتبه لأنه الناس دي نبهوني كثير لهذا السلوك ولا بد من تغييره ولا بد من الوقفة عنده. طيب خلينا نقف يا بكري، الشخصية دي تصرفها وتعاملها ده المكونات اللي خلتها مثلا تكون متملقة شنو؟ يلا دكتور دي بترجعنا يا استاذ محمد سليمان للاسباب، بيكون في اسباب كثيره جدا زي ما ذكرنا قبل كده، الاشياء اللي بتاثر في نمط الشخصيه منها البيئه، منها التنشئه الاجتماعيه، منها البيئه المحيطه، دي كلها لها دور كبير جدا في خلق مثل هذه الشخصيه، وكذلك تاثير الاخرين. يعني مرات يكون زوج شغال مع ناس كلهم بيتملقوا وبيلقى حقه هو ضايع، يعني لانه الناس دي كلها بتلقى حاجاتها بالتملق، فقد يتأثر وجدانيا بهذا السلوك برضو يكون فبيبقى هنا البيئة لها دور كبير جدا اللي هي الأسباب الوراثية ذكرناها، التنشئة الاجتماعية، البيئة المحيطة وهكذا. طيب السلوك ده على سوءه هل بيفهم انه هو متملق؟ هل هو وصله الرسالة كاملة انه هو شخصية متملقة؟ هو في نفسه يختلف يمكن من شخص لآخر. طيب. يعني في شخص بيكون عارف انه ده الأسلوب اللي هو مفروض يتخذه مثلا مع الشخص المعين عشان يصل لحاجاته. نعم. قد يكون عارف يعني وبنسميه مستبصر عارف نفسه يعني. وقد يكون شايف انه هو طبعه كده وقام على هذا الخلق وعلى هذا السلوك وشايف انه طبيعي، عشان كده لازم ننبهه لازم نوريه انه السلوك ده غير طبيعي يعني. ارحب بك يا دكتور عادل. انا ارحب بكم اكثر واتمنى انه نقدم المفيد ان شاء الله. مرحب كمان بكل متابعينا الكرام عبر هذه الحلقه من انفاس الورد، وفي مزيد من الحب الحديث عن الشخصيه والنمط اللي ممكن يكون برضه بشكل سوء الفهم بين الناس كمان، برضه الواحد لما يكون ما فاهم طريقه تفكير الاخر او ما فاهم نمط الشخصيه بيعاني وبيخش مرات في حتات ضيقه. احنا سعيدين بكم كمان، وكل المشاركات الهاتفيه ممكن تجينا كمان على الهواء مباشره عبر ارقام التواصل 0183 43 87 99 و0183 40 77 77. سعيدين بكل المشاركات، كل الاسئله اللي ضيفنا الموجود معنا داخل الاستوديو. طيب نمشي شويه كمان في الشخصيه المتردده. المتردد الواحد نعم. طوال بيعمل خط رجعه كده من اي خطوه نعم. خطوه اللي هي الشخصيه المتردده، الانسان اللي بيتردد وبالذات في اتخاذ القرار، الانسان الذي يتردد في اتخاذ القرار، هذه الشخصيه بنجد انه قلق فيه بعض من اعراض الخجل، يعني ممكن يكون خجول قلق، واهم حاجه في صفاته انه عنده يعني عدم الثقه في النفس، انسان غير واثق من نفسه، قلق، خجول، يتردد في اتخاذ القرار.
هذه الشخصية أخي محمد سليمان يعني عندها مشكلة كبيرة إذا كانت إدارية. يعني مستحيل مدير يكون متردد تقوم أنت داخل له بورقة وتديها له. الإجراء سهل جدا، ممكن بجرد قلم يمشي طوالب خطه كده بجنبه ويقول لك يا أخي كده أديني فرصة، تعالي بعدين، تعال بكرة، شي من التردد في اتخاذ القرار. وده دي بتكون سلبية جدا في حالة أنه يكون إداري. غير تعاملنا معه في الحياة اليومية برضو، متردد في اتخاذ القرار، متردد في أنه يخطو أي خطوة زي ما تذكرت، ممكن كمان يبدأ حاجة ويرجع يعني ما يكمل للآخر، برضو شي من التردد. فهذه الشخصية موجودة بيننا في المجتمع، كيف نحن ندعمل معه؟ مسألة مهمة جدا. أول حاجة الشخص المتردد لازم نحن نشوف شتى السبل والطرق اللي بنقدر نبني فيه الثقة بالنفس، نبني فيه الثقة بالنفس. واحدة من الأساليب الجميلة جدا أنه دائما تتكلم معه تقول يا أخي الإنسان مثلا بيلقى الاحترام وبيلقى التقدير من الآخر بشنو؟ بثباته وقوة قراره. يعني حاول نوصل له رسالة زي دي، أنه الإنسان بيكون محترم عند الآخر، بيكون مقدر عند الآخر إذا كان إنسان ثابت غير متردد، بيتخذ قراره فورا دون أي تردد. فده بيكون يكسب حب الآخر ويكسب يعني مثلا مودة الآخرين بهذه الشخصية القوية، لأنه التردد حاجة سلبية جدا في الشخصية. دي واحدة من الأشياء الممكن ندعمل بها مع المتردد، نوصل مثل هذه الرسالة لنعيد شنو؟ أنا أخليه يعيد الثقة في نفسه. إذا كان يوم من الأيام اتخذ قرار طوال إحنا نكون داعمين نشجعه، يا سلام والله أنت يعني ده كان قرار في محله وكان قرار صائب. فبالتالي ده بكم بنسميه psychological support، الدعم النفسي، ندعمه نفسيا في حال أنه يتخذ القرار، ودي بتساعد في أنه شنو يتخلص من هذا التردد. الكلام اللي احنا بنقوله كيفية التعامل ده بالمناسبة هو علاج مع طول الزمن، يعني بياخد، لأنه لو نحن اتفقنا كلنا الآن نتعامل مع المتردد بهذه الطريقة، فبالتالي لما محمد سليمان عمله بنفس الأسلوب، أبو بكر بنفس الأسلوب، المسألة دي زي ما بقوله يعني بتأثر في شخصيته، بالتالي بتأدي إلى التغيير. زي ما قالوا يعني نقاط الماء تسقط الحجر، ليس بالقوة وإنما بالتكرار، بكثرة التكرار. طيب نعم. مشكلة الشخصية المترددة في إنها هي مشكلة لضياع كثير من الفرص. نعم. بالنسبة للشخصية المترددة ضياع فرص، وبرضه واحدة من دي بتقولني لأن واحدة من صفاته عدم الاهتمام بالزمن. نعم. يعني برضه بضيع نعم الزمن. بضيع فرص وبضيع الوقت، لأنه زي ما قلت لك لو أنت دخلت ليه وشايل ليه مثلا مكتوب أو طلب أو كده، يعني بدل ما ياخد دقيقتين بس أو نصف دقيقة يمضى ويقول لك تفضل أستاذ محمد أستاذ أبو بكر تفضل شكرا جزيلا وكده، فبقوم بخطه. لما يخطه دي معناه شنو يا جماعة؟ معناه ضيع زمن، ضيع فرصة على الزول ده برضه، وهدر أوقات، وهدر أوقات صراحة يعني. صح. فشخصية سلبية جدا، لكن الطريقة اللي قلناها بتساعد في أن يتغير هذا الشخص، والتغيير مسألة ممكنة لا شك. محمد قابلتك شخصية مترددة؟ طيب ما خليني استقبل يونس. استقبل وإشارة لي يونس. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يديك العافية. مرحبا بك يونس. معاد الإسلام مدينة النهود يا جبيس سوداء في كردفان. الله يديك العافية ومرحبا بك. الأجواء كيف عندكم يا عم يونس؟ كويسين والله يا أمس، يعني كانت أمطار لكن شبت حوالينا، لكن ما في مدينة النهود. والله ما شاء الله ما شاء الله جاكم الهواء البارد يعني خارج النهود جانا الهواء الحمد لله رب العالمين. يا سلام يا سلام الله جانا هواء بارد والجو يعني الحمد لله رمضان الناس تنفبرك إن شاء الله بلقوا أجر كثير جدا جدا. يا سلام إن شاء الله. يا سلام. أول شيء أسمح لي أحييكم أحييكم طيبة ومستمعين طيبة مستمعين طيب ومشاهدين طيب، الناس الطيبين دين نتمنى لهم إن شاء الله رمضان اللهم آمين الله يديك العافية ومدام بالطاعات وبالاستغفار وبالصلاة على الرسول. بالحقيقة كلامكم جميل جدا جدا، لكن احنا الملاحظ السودانيين كفلانين، يعني انا ما عارف ليه يعني الزول كان بقى مدير او بقى اي حاجة، يعني ما تكون مهتم، يعني دائما الزول بحيث انه الناس يرجعوا، يعني انت في انسانك الزول ممكن تشتغل له في 5 دقائق ويمشي ويشوف غيره، لكن احنا نحب الزول كان الله خسر حتى السودانيين يعني عندنا عدم الرضا، يعني احنا السودانيين عدم الرضا ده، الزول كان بقى مدير كان بقى دكتور الشركات بحجاب، يعني حتى شوف الصينيين او المصريين يعني الزول بكون بحب شغله كان لقيته مثلا في مطعم ثاني يجيب ليه في المويه، يعني حس اي عدم الرضا، يعني احنا الموظف ما راضي عشان كده يقول لك المرتب ما بكفي، المرتب بكفي كيف وانت شغلك ما تخلصه؟ اذا كان في دوام الدوله مثلا يوم كان 8 ساعات كان جيت انت جمعت
يشتغل اربع ساعات ولا ثلاث ساعات يقول لك ما ما جا الفطور يقول لك مش الفطور. يعني انه ما مناخ ما جاتنا، حتى بعض الدول بيقول لك بوفر بسندوتش بس، يعني احنا الشاي ده يشرب شاي في ساعه يفطر في ساعتين، وده يمشي يقول لك ما يتصلى ومشى عنده وموافق الجيران جيران جيران. يلا يعني احنا كناس مسلمين المفروض انه احنا نطبقه، يعني يعني احنا نطبقه عشان انه مرتبنا ده يكون فوق بركه ذات. نعم حل المشكلة يا نعم يا يونس، حل المشكلة ممكن يكون على المدى القريب، يعني الناس متى اجتهدت ممكن يكون في امكانية للحل. الامكانية للحل ان احنا نراجعوا ضمائرنا، ان احنا مسلمين والحمد لله الناس بتصلي في الجوامع وبتصلي التراويح وبتصلي التهجد، لكن ان احنا الاسلام غير. الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح قال ان الدين المعاملة. يلا ان احنا نتعامل بالذول، مين طلع دخل خشم بابه ده كان لقى حجر في خشم الباب يرفعه، كان لقى في ذوي عنده مشكله الا، يعني احنا بنظل نطبق الاسلام. يعني احنا مسلمين الجوامع ملان الحمد لله وصايمين، لكن الاسلام ده فوق حاجات كبيره فوق تضحيات، ما نكون مسلمين ومربين دقون وفي حاجات كبيره ما عملنا. يعني احنا والله مسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنسكم على المحجه البيضاء. يعني احنا بطن راجعوا انفسنا دي ونقوم بادوارنا على اكمل وجه ان شاء الله، امورنا كلها تمشي تمام ان شاء الله. شكرا عمر يونس، كتر خيرك. الله يديك العافيه. شكرا جزيلا. مش الشمالي وعندنا اسراء. نعم الله يرشيك. اتفضل يا معاك على الهواء. رجع صدى ابو بكر وتحيه محمد سليمان وتحيه كبيره جدا للدكتور عادل لكل اسماء العامه. الله يديك العافيه يا اسراء وحبيت. طبعا انا عندي سؤال واتمنى انك في الحلقه. انا بس بدي اسال الدكتور عادل من الشخصيه اللي بتكون حساسه لي، يعني هسه انا في ابتدي ده مرات مثلا يعني لو حصلت مشكله ولا حاجه زي دي، حتى مرات الزلة وقت علي ولا حاجة زي دي بشوف إن أنا الغلطانة ما بقدر أرتاح صراحة، يعني يعني سواء كنت غلطانة ولا غلطانة الشخص أنا ما بقدر أرتاح نهائي، يعني بحس إن أنا المذنب حاجة بصراحة مزعجاني شديد، يعني لأنه في عدم راحة بالنسبة لي. حتى لو حتى لو كان الطرف الثاني غلطان يا إسراء؟ نعم مو منطق تفكير. حتى لو كان الطرف الثاني غلطان ومخطئ علي بشوف إنه غلطان، يعني المفروض أنا بتكلم معاه والمفروض أنا بقدر بحط حاجات زي دي، يعني والله خصوصا طوال الليل مرات بكون بفكر برد النهار وعلى لي يعني كثير. طيب عندك اي اضافه ثانيه؟ ممتاز. لا لا جزاك الله خير. واضح دكتور عادل. شكرا واضح. نعم. طيب نبدا بعمك يونس. والله ذكر يا اخي نقاط مهمه، يكون الانسان يحب شغله يا دكتور عادل. هو جاب اضافات جميله جدا حقيقه. واذكر اخونا يونس اذا حضر يمكن اول حلقه في انماط الشخصيه نحن ذكرنا انه هذا الدين الحنيف الدين الاسلامي العظيم حث على الشخصيه الايجابيه. ودائما دعا لكل ما هو ايجابي. شوف يعني اصل الاشياء الذكرى دي ممكن حديث واحد من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فده ذكر لنا انماط برضه من انماط الشخصيه الكسوله اللي هي دائما بتكون في المكاتب وفي كده، تلقى دائما زي ما قلت لك ما بيحب يخدم الاخرين. كذلك في حته بتاعت المرتب دي هو ما منتبه لها، يعني من اخذ الاجر حاصبه الله بالعمل، فما بكونوا منتبهين. دي حقيقه واقعه نحن ما بنقدر ننكرها ابدا. اي مؤسسه او اغلب نقول اغلب المؤسسات اذا انت مشيت بتلقى هذه انماط من الشخصيه، اللي هو الشخص اللي بيكون دائما بياخر مصالح الاخرين، كذلك لا يهتم بوقت العمل، وده منهم المتردد ذاته لا يهتم بالوقت ابدا. يعني زي ما قال امشي يقول لك ماشي الفطور، تلقى الناس واقفين صف في الشباك، امشي الفطور ساعه ونص ساعتين، يعني حاجة عجيبة جدا. وبعد ما يجي راجع تلقى خدت له مشى يشوف له كوباية شاي ومشى مش عارف ايه. بعد ذاك الصلاة. نعم حتى الصلاة دي، الصلاة دي سبحان الله قبل كم يوم نحن في مجمع عام كده في ناس واقفة في الصف، الأذان أذن طوالي قاموا الصلاة الصلاة الصلاة. طيب إذا كان أنت أصلك مهتم بالصلاة هذا الاهتمام الكبير وفعلا من داخلك، كان بنشوفه في سلوكك في العمل. كان بيشوف الكلام ده في السلوك في العمل. يعني اذا كان فعلا نحن مهتمين بالصلاه الاهتمام اللائق بها، اهم شيء عملنا ده، واهم شيء اهتمامنا بحوائج الاخرين، مساله مهمه جدا. كل ما ذكروا دي انماط من انماط الشخصيه، واكثر ما ذكروا هي الشخصيه المتردده، ما بتهتم بشنو؟ باوقات الاخرين، بمشاعرهم، باحاسيسهم، وبالتالي ما بينظر حتى لمرتبه اللي بياخده ده، هل هو حلال؟ هل هو حرام؟ هل هو مؤدي كل واجباته تجاه انه الاجر اللي بياخده؟ فدي كثير من الشخصيات اللي فعلا بتقابلنا، زي ما ذكر الان الناس في الصلاه، الناس في المساجد، الناس في التراويح، لكن السلوك برا تلقى مختلف، الغش فيه، الخداع فيه، الكذب فيه، كله ده موجود الان. طيب ما يعني كمان المرتب ده يكون هو السبب الاساسي في انه هو يسلك هذا السلوك،
يعني قلة المرتب مثلا احيانا ممكن تكون سبب اساسي في انه يلا يلا زي ما ذكر نقطة مهمة جدا برضو فكرتنا ذاتها عن المرتب. يعني انت اي موظف بتلقى خدت في باله المرتب غير كافي المرتب ما يعني وين من اين تأتي البركة؟ نعم. اذا كان انت اصلا شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا عند حسن ظن عبدي بي، يعني انت ظن الخير قول ان شاء الله ربنا يبارك لي في هذا المرتب، كون مخلص في عملك، اخدم الاخرين، ما تقعد تتزاوغ الصلاة والشاي ومش عارف ايه والناس واقفة في الشباك، دي كلها من الحاجات اللي بتجلب البركة للمرتب. لكن لما انت بتمحق براك بسلوكك بظنك في الله سبحانه وتعالى، يعني انت تظن في انه هذا المرتب ان شاء الله ربنا يبارك فيه وان شاء الله يكفيني، ربنا يفتح لي مثلا زي ما بيقولوا منافذ اخرى للرزق وهكذا. يعني فالفكره السلبيه ذاتها من الموظف سبب في انه هو يكون متكاسل ومتقاعس وغير منتج. نعم. وبيتكلم كمان برضه عن زمن، يعني قال في فتره من الفترات ما كان الموظف كان بيعاني مثلا او ما كان بيتعامل بنفس الطريقه اللي هسه هو بيتعامل بها. يعني في طبعا زي ما بيقولوا مؤثرات، في مؤثرات كثيرة والناس ما واحد، الفروق الفردية موجودة. يعني فزول إلى الآن متمسك بأخلاقه، متمسك بدينه، متمسك بأنه داري حل المرتب، وفي ناس زي ديل يعني ربنا مبارك لهم وفاتح لهم نوافذ أخرى. يعني في الشخصيات دي برضه موجودة الإيجابية. موظف زمان ما كان قميص ابيض، انت حضرت الزمن ده؟ الله يا انت حضرت قميص ابيض. نعم في مؤثرات طبعا، وزي ما قلت لك في فروق فرديه. يعني في مؤثرات خارجيه الان، يعني مثلا الغلاء الفاحش اللي احنا بنعاني منه الان نسال الله ان يرفعه. مثلا دي واحده من الاشياء. يعني في فبتختلف الناس، مع الناس بيختلفوا هنا في انماط شخصيتهم برضه، كيف الناس تستقبل هذا الغلاء وهذا الضيق. الان زي الضيق الحاصل ده مثلا صفوف البنزين، في ناس بينظروا له نظره ايجابيه، والله ده يبتلى من ربنا وانا لو صبرت ربنا بيجزينا عليه خير، ودي معاناه ان شاء الله بالصبر ربنا يجزينا عليه خير. وفي ناس يتضجروا ويسخطوا يعني كانما لا يرضى بواقعه. تمام. نعم. طيب نمشي لاخذنا اسراء. اسراء ذكرت نقطه مهمه، يعني كونها هي تكون متضايقه جدا لانه مختلفه مع زول مثلا، او في سوء فهم، او في اشكال حصل بينه وبين زول. يعني نعم رغم الغلط اللي ممكن يكون وقع فيه الاخر، هو الاخطا هو الاذنب في حقها. نعم. لكن هي بتكون متاثر رغم انها هي ما اخطات يعني. ما مخطئه. لكن نعم. بتشعر بالذنب. ايوه هي نقول عليها شخصيه حساسه شويه، دي نمره واحد. نمره اثنين بالمناسبه نمط التفكير، عندها مشكله في نمط التفكير حقيقه. يعني بنتنا اسراء نمط تفكيرها فيه مشكله، ودي بالمناسبه برضه نمط التفكير اللي هي دور كبير جدا في السلوك. فهي لو غيرت نمط التفكير مثلا زول غلط عليها ممكن مثلا تغير نمط تفكيرها، تتناقش معاه بكل يعني ادب وبكل شفافيه، وتبين انها هي ما مخطئه يعني بكل ادب وتقدير للزول الاخر. فبالتالي هنا بتلقى نفسها هي مرتاحه لانه بينت وجهه نظرها. الان اللي بياثر فيها ويخليها هي متاثره انه يا اخواننا بتثبت احاسيسها، بتثبت مشاعرها، فبالتالي بيأثر ده طبعا على جهاز الغدي، وبالتالي يؤثر حتى على سلوكها، بتكون حزينة، بتكون غير مرتاحة. فأنا بقول لإسراء إن شاء الله تحاول تغير من نمط التفكير، تحاول أنه لو هي ما غلطانة تبين للآخر أنها هي غير مخطئة، بدل ما تكبت الحاجات جواها وبالتالي تؤثر حتى على أحاسيسها ومشاعر وسلوك. طيب ما في توازن نمطي ما بين الشخصية 50-50، لازم يكون واحد طاغي على الثاني، هل تنميط الشخصية هو أمر سلبي أم إيجابي، محمود أم غير محمود؟ تنميطه من بقصدك من ناحية يعني مثلا أنا أكتفي بأنه أنا شخصية نمطي كده مثلا. أيوة. عقلاني عاطفي تاخذ فكره كده وخلاص. أيوة. خلاص كده طبعا يا استاذ ابو بكر بتكون واقف في محلك تماما. يعني شنو اللي هي دي مساله الفكره، يعني انت خطيت فكره معينه عن نفسك، عشان كده بقول لك ما تخلي الفكره عن نفسك ثابته. نعم. ما تخليها ثابته ليه؟ لانه الشخصيه دي فيها سمات ايجابيه وفيها سمات سلبيه. صحيح. فلو انت خطيت فكره ثابته عن شخصيتك فبتستمر في محلك. يعني لابد ان شنو تغير التفكير عن نمط شخصيتك، تشوف نقاط القوه وين، تشوف نقاط الضعف وين، تحاول بعد ذاك تشوف فرص التحسين، كيف انت تغير من حياتك السلبيه، كيف تقوي نواحيك الايجابيه، بتلقى نفسك ماشي لتغيير ايجابي ولنمط شخصيه افضل ونمط ايجابي. نعم. شكرا جزيلا. كثر خيرك.